احتمال الماتش ده لا يذاع الا في قناه النيل للرياضه، لان اذا لم ينفذ قرار الجمعيه العموميه باستبعاد السته اللي احنا قلنا عليهم في الجمعيه العموميه لن يسمح بنقل المباراه في قناتين اللي هي اون سبورت اللي مشرفانا دلوقتي في المؤتمر او دي ام سي. كلامي واضح، ده قرار جمعيه عموميه. لو محمد كامل والناس اللي تعاقد معاها استمر على العناد واستمر هؤلاء مدحت شلبي والمجموعه دي ومحمد شبانه في الاذاعه واحمد حسن واحمد سليمان والعند ده، ما اعتقدش المباراه هتتنقل، لان في راح جواب رسمي للتلفزيون المصري بالكلام ده، ولو التلفزيون المصري نقل وادى الشاره في الشوط الثاني هتطلع الكاميرات. شكرا.